الله الرحمن الرحيم بحفظ الله ورعايته غادي ننطلقوا في عمليه توزيع واحد المجموعه ديال المساعدات العينيه لفائده النزلاء ديال مراكز حمايه الطفوله وكذا السجناء المفرج عنهم الاحداث التي تقل السن ديالهم على 18 سنه اللي استفدوا من العفو الملكي السامي اللي كان في بتاريخ 4 افريل 2020. كذلك الفئه المستهدفه كاين نزلاء مراكز حمايه الطفوله اللي يعني قامت رئاسه النيابه العامه مشكوره هي والسلطه القضائيه بتفعيل التدابير ديال الايداع يعني الايداع لدى المؤسسات العموميه وتم الافراج على واحد المجموعه ديال الاحداث اللي العدد ديالهم يناهز 300 حدث. يعني مؤسسه محمد السادس لاعاده ادماج السجناء اعطت بشكل رسمي الانطلاقه الفعليه ديال هذه العمليه هذه اللي جات بشراكه مع الاتحاد الاوروبي ومع منظمه اليونيسف ومع فاعلين اخرين اللي تيهتموا بشؤون الطفوله على اساس وضع استراتيجيه لهذه الغايه هذه اللي من ضمنها انه يتخلق واحد المجموعه ديال الاليات المصاحبه ديال هذه الفئه هذه، مصاحبه نفسيه، مصاحبه اجتماعيه، مصاحبه عائليه واجتماعيه. الغايه من هذه المساله هذه هو انه نحاولوا نحرصوا انه الوسط الطبيعي ديال هذاك الحدث راه هو العائله ديالو. العائله جزء لا يتجزا من انجاح هذا الطفل هذا باش يكون يعني خير استثمار، لانه الدول اللي تحتار من نفسها فراه تتعتمد في السياسه ديالها على الاستثمار في العنصر البشري. بالتالي الاحداث هادو فراه وليداتنا هما عماد ديال المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. تنحاول ما امكن اننا نكونوا في مستوى التطلعات ديال سيدنا الله ينصره اللي عطى اهتمام كبير لهذه الفئه هذه، وكذلك حرصنا الشديد على الطفوله المغربيه فاش تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم في ابهى حله، على اعتبار انهم الركائز الاساسيه ديال تقدم البلاد ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كذلك بالنسبه للمؤسسه فيعني كان واحد المجموعه ديال الامور اللي هي مرتبطه يعني في اطار يعني تدبير الجائحه ديال الكورونا. ففكرت المؤسسه يعني بتخصيص واحد المجموعه ديال اللوحات الالكترونيه اللي توزعت على الاحداث هادو من اجل تتبع الدراسه عن بعد اسوه يعني بالتلاميذ في ربوع المملكه. كذلك تم تخصيص يعني واحد المجموعه ديال الادوات ديال المعقمات ومسائل اللي تدخل في اطار الصحه وفي اطار الوقايه من كوفيد 19. وكذلك بالنسبه للعائلات ديالهم من خلال تتبع كما قلنا النفسي والاجتماعي وكذا، يعني تخصصت لهذه المجموعه تخصصت لهذه الغايه هذه واحد المجموعه ديال الاطر وديال الكفاءات اللي عندها صيت في هذا الامر هذا. كذلك يعني تم يعني انجاز واحد المجموعه ديال المطويات اللي مقسمه يعني جوج ديال الاصناف. الصنف الاول يعني مطويه يعني تتعلق يعني بسبل الوقايه من 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 من, من كورونا، وكذلك بالنسبه للمطبوع اخر يعني مطويه اخرى يعني تتهم يعني المحتويات والخدمات التي تتيحها منصه ديال المنصه الالكترونيه الو مصاحبه.